لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، مجلس التعاون: الوضع في العراق يهدد أمن الخليج. في موقع عربي 21: استمرار الاحتجاجات بالأحواز في إيران وارتفاع القتلى إلى 9. في الفاينانشال تايمز: سلالة دلتا تقوض الثقة بالنظام السياسي وتعمق أزمة الديمقراطية في تونس. في العربي الجديد: الشيوعي ينضم لمقاطعي الانتخابات العراقية، رفض لإنتاج المنظومة نفسها. في صحيفة الزمان: التعليم يوجه الجامعات بالاستعدادات القصوى للامتحانات الحضورية. في موقع كتابات: طهران تخفض صادراتها من الغاز لمحطات العراق. وفي الجارديان: أصدقاء بريطانيا يتجسسون على مواطنيها. السلام عليكم. نبدأ من مقال للكاتب حاتم الفلاحي نشره موقع رسام، وجاء فيه: اعترافات قتلة الهاشمي جاءت للتغطية على فشل حكومة الكاظمي. إن إعلان حكومة الكاظمي عن إلقاء القبض على أحد المشاركين في قتل الهاشمي بعد مرور سنة على مقتله يثير الكثير من التساؤلات حول الإجراءات الحكومية المتبعة لكشف هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، كونها تأخرت في إعلان النتائج، كما أنها جاءت مخيبة للآمال لأنها لم تعلن الحقيقة كاملة، بل تقدمت بنتف من المعلومات التي تزيد المشهد الأمني تعقيدا، خاصة أنها تسترت على الكثير منها طوال الفترة الماضية. إن هؤلاء المنفذين في حقيقة الأمر هم مجرد أدوات ينفذون ما يطلب منهم كونهم ينتمون إلى ميليشيات معروفة، لذا يجب كشف ومحاسبة الجهات المسؤولة عنهم. والغريب بأن الرواية الحكومية لم تتطرق إلى الدوافع التي تقف خلف تنفيذ هذه الجريمة البشعة، أو حتى الجهة التي خططت وأصدرت الأوامر بتنفيذها، بل إن الحكومة تجاهلت وتجنبت الخوض في الكثير من الجرائم التي تقف وراءها الميليشيات المسلحة التابعة لإيران وتعمل خارج سيطرة الدولة، بعد أن أصبح لها غطاء سياسي وقانوني. لذا فهي تقوم بتنفيذ عمليات القتل والخطف المنظمة، ويجب على الحكومة أن تصارح الشعب بذلك وتعلن عن الجهات التي تقف وراءها، وإلا سيستمر مسلسل القتل والإرهاب والاستهتار بأرواح الأبرياء طالما بقيت هذه الجهات دون عقاب أو رادع، وطالما بقي المجرم الحقيقي محصن من العقاب. إن اعتراف حكومة الكاظم بأن منفذ جريمة الاغتيال هو ضابط ينتمي إلى وزارة الداخلية منذ عام 2007 يؤكد ما ذهبنا إليه سابقاً من معلومات تؤكد بأن الوزارات الأمنية والعسكرية في العراق مخترقة وطائفية، كونها بنيت على أساس طائفي وحزبي بعد عام 2003 حسب نظام المحاصصة الطائفية الذي جاء به الاحتلال وقرارات الدمج التي أصدرها الحاكم المدني بريمر. لقد أصبح السلوك الطائفي والقتل على الهوية والتعذيب وانتزاع الاعترافات والخطف والاغتصاب يتم بغطاء رسمي، وتحول الولاء للطائفة والحزب، وأصبح أفراد هذه المؤسسات الذين ينتمون لهذه الميليشيات ينفذون مخططات خارجية وسياسات طائفية تدين بالولاء للحزب والطائفة. وإلا كيف تفسر يا رئيس الوزراء أن يقوم ضابط في وزارة الداخلية باستغلال نفوذه لتنفيذ عملية اغتيال حسب أوامر مرجعيته الحزبية والدينية؟ تقول مينا العريبي في مقالها بمجلة الجاردينيا: إن بغداد تريد من واشنطن إضفاء شرعية على نظام سياسي لا يتمتع بدعم داخلي واسع ولا يستطيع الاستمرار من دون مساندة واشنطن، كما أن القمة العراقية الأمريكية تأتي في وقت تحتدم فيه جهود القوى الموالية لإيران،
سعيا لإنهاء النفوذ الأمريكي والغربي في العراق. الزيارة تأتي في وقت تدرس تلك القوى وغيرها من المناوئين لواشنطن كل الطرق المتاحة لإظهار الولايات المتحدة على أنها فشلت عسكريا وسياسيا في أفغانستان والعراق. السؤال الذي يطرحه العراقيون هو ماذا يمكن أن تقدم هذه الزيارة للعراق كبلد وليس لسياسييه؟ وهناك فرص عدة لواشنطن لدعم العراق إذا كانت الإدارة الأمريكية جادة فعلاً في السعي لاستقرار البلد وتعافيه. هناك مطالب محددة يجب أن يتقدم بها بايدن عندما يلتقي الكاظمي. أولها عدم السكوت عن الميليشيات المسؤولة عن مقتل العراقيين وتنفيذ أجندة طهران في بغداد. يجب أن تعلن واشنطن بوضوح عدم موافقتها على انتشار الميليشيات التي تتلقى عناصرها رواتب رسمية من الحكومة العراقية في الوقت الذي تعمل فيه ضد مصالح الدولة. ثانياً، يمكن لبايدن الكشف عن حجم الفساد في العراق، وخاصة أن المليارات المسروقة من البلد عادة ما تكون بعملة الدولار التي يمكن لواشنطن أن تساهم في رصدها جيداً وتتبعها. ثالثاً، يمكن لبايدن أن يحدد إجراءات مطلوبة لضمان نزاهة الانتخابات في العراق أو التلويح بعدم الاعتراف بنتائجها. كما يمكن للولايات المتحدة تقديم الدعم لمكافحة وباء كوفيد 19 الذي يستشري في العراق اليوم، لكن من غير المرجح أن يقوم بايدن بمثل هذه الخطوات، فهو يستقبل الكاظمي في وقت تعيد فيه الولايات المتحدة حساباتها في المنطقة وتزامناً مع انتهاء وجودها العسكري في أفغانستان. بات من الواضح أن بايدن يسير على نهج سلفه الأسبق باراك أوباما ولا يريد أن يشغل نفسه وإدارته بالتوصل لحلول مجدية للمشاكل المعقدة التي خلفها الغزو الأمريكي للعراق. بايدن يسعى لإظهار قدرته على التأثير على المشهد العراقي حتى وإن كان غير ملتزم بوجود عسكري موسع في البلاد، ومن المتوقع أن يؤكد التزام بلاده بمكافحة الإرهاب وعدم السماح لداعش بالتمدد به مجدداً، لكنه من غير الواضح ما إذا كان سيحدد موقف بلاده من المجموعات المسلحة الموالية لإيران التي باتت تستهدف المصالح الأمريكية في العراق بشكل دوري ومنتظم. سعد الكناني في مقال نشره موقع كتابات يقول: تولى الكاظمي مسؤولية رئاس جهاز المخابرات العراقي في حزيران عام 2016 دون خلفية العمل في مؤسسات الدولة، وجاء تعيينه من خلال القرابة العائلية، شقيقه الدكتور صباح عديل رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي، وبعد أن أصبح رئيسا للوزراء بصفقة بين تحالفي الفتح وسائرون وبشروطهما، ازداد الوضع الأمني سوءا لعدم قدرته على ضبط إدارة هذا الملف لأسباب تتعلق بشخصيته المهادنة وعوامل الضعف والنفوذ الإيراني الذي أخذ بالاتساع في عهده. الخلل الأمني في ظل حكومة السيد الكاظمي يكمن في إطلاق يد الميليشيات دون محاسبتها بموجب القانون، حتى تجاوزت على شخص القائد العام بأشكال وصور متعددة، وصلت إلى التهديد بقطع أذنه أمام وسائل الإعلام المختلفة، ويعتبر أول رئيس وزراء عراقي يهان بهذه الطريقة. وكان رده على المطالبين بمحاسبة تلك الميليشيات وفرض هيبة الدولة أنهم يسعون إلى شيطنة رئيس الوزراء. الميليشيات التي يدعي القائد العام بأنها مرتبطة به وهي غير ذلك، تمتلك القرار الأمني الأول في العراق وجميع المؤسسات العسكرية والأمنية، نسبة عالية من منتسبيها من الولائيين، والقسم الآخر يتخوف منها جراء عمليات الاختطاف أو الاغتيال لغياب القانون. العراق الدولة الوحيدة في العالم التي فيها رتبة فريق وفريق أول أصبحت مع الأسف لا قيمة لها لكثرتها، وبعدها رتبة لواء وأصحاب الرتبتين من القيادات العليا في تلك المؤسسات أصبحوا من المليارديرية.
بحكم الرواتب العالية والمخصصات والامتيازات واستغلال النفوذ وامتلاكهم العقارات والشركات والمطاعم وتجارتهم المالية تسبق أداء المسؤولية الوطنية والأخلاقية وتأخذ من وقتهم الكثير، وآلية تعيينهم تجري وفق صفقات فاسدة، وليذهب البلد إلى الجحيم. ويقول الكاتب إن الفساد المشرعا المدعوم من الأحزاب وبصمت المرجعية وعدم المحاسبة الجادة من قبل الحكومة ساهم بشكل كبير في هذا الخلل الأمني. عن مظاهر الفساد في التعليم كتب محمد الربيعي مقالا بصحيفة المدى، جاء فيه: يواجه العراق اليوم عددا كبيرا من المشاكل التي تهدد بقاءه كدولة على هذا الكوكب، ومع ذلك لا تتساوى جميع أرجائه بالمشاكل التي تصنف من بين أخطر التهديدات لنا كعراقيين: الفساد، العنف، الطائفية، البطالة، الفقر، وانخفاض مستوى التعليم، وضعف مستوى التطور الاقتصادي والتكنولوجي، والتمييز ضد المرأة. في العديد من البلدان يتفشى الفساد في التعليم، لكنه يتميز في العراق بشكل واسع يشمل التعيينات والسلوكيات ونظام التجهيزات المدرسية والكتب والامتحانات والشهادات وبناء وصيانة البنى التحتية، مما عرض المدارس والجامعات للخطر وتضخم في المشكلات الملحة وإجهاض لدعوات الإصلاح، وأدى بالتالي إلى تدمير نظام التعليم السليم. يمكن تعريف الفساد في قطاع التعليم على أنه الاستخدام المنهجي للمنصب العام لتحقيق المنفعة الخاصة، والذي يكون له تأثير كبير على توافر وجودة السلع والخدمات التعليمية، وله تأثير كذلك على التمكن من الحصول على التعليم أو جودته أو الإنصاف في التعليم. أصبحت جمهرة كبيرة داخل المؤسسات التعليمية أكثر من أي وقت مضى، متسترة بقناع التملق نحو المسؤولين الأعلى في السلطة والتماهي لهم، وتتنامى المساعي من أجل الحصول على مكاسب آنية وشخصية، والتقاعس في تأدية وظيفتها الأساسية، تدريب طلبة مؤهلين وقادرين على التعامل مع الأزمات التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر. ومن هنا نشهد ظهور المدارس والكليات والجامعات الأهلية بشكل كبير لا يمكن السيطرة عليه، حيث تقدم نفس المناهج الدراسية التقليدية أو المناهج المماثلة من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الطلاب، بدلاً من مناهج حديثة ورائدة وتسعى إلى تطوير المعرفة في المجالات الطبية والصناعية والزراعية والاجتماعية. الفساد هو أخطر ما يواجه العراقيين، وبنظر الكاتب فإن أخطر أنواع الفساد هو الفساد في التعليم. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص الموارد المالية المخصصة للإعمار وبناء هياكل البنية التحتية والبيروقراطية والتلوث البيئي والصراع السياسي تشكل تهديدات كبيرة تجعل ضرورة التعامل مع هذه القضايا بجدية تامة. عن أزمة النظام السياسي الفلسطيني والمطلوب لحلها كتب مصطفى البرغوثي مقالا في صحيفة العربي الجديد، جاء فيه: يعاني النظام السياسي الفلسطيني من أزمة داخلية عميقة لم تعد خافية على أحد، ولم تكن قضية مقتل الناشط نزار بنات وما تبعها سوى أحد مظاهر هذه الأزمة. هناك أزمة عميقة لم يعد ممكناً إنكارها أو التستر عليها يستغلها أعداء الشعب الفلسطيني والمتقاعسون عن دعم قضيته العادلة على حد سواء، إذ تستخدمها إسرائيل لإضعاف الفلسطينيين وإبقاء الخلل في ميزان القوى، كما تستثمر مظاهرها لتشويه صورة الفلسطينيين، ويتذرع بها العاجزون عن إجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي والتوقف عن جرائم الحرب التي تواصل ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني، وفي حين توحد المقاومة الفلسطينية
بكل أشكالها مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والأراضي المحتلة، كما تجلى في معركة القدس. يستمر الانقسام والصراع بين القيادات الفلسطينية العاجزة عن الارتقاء إلى مستوى الوحدة التي تصنعها الجماهير الشعبية في نضالها ضد الاحتلال. وهناك خطورة بالغة لاستمرار الأزمة السياسية الداخلية وتأثيرها السلبي على الفرص التي تفتح أمام الشعب الفلسطيني لعزل الاحتلال ونظام الأبارتهايد العنصري وتعريتهما، ولتعزيز الصمود الوطني في وجه محاولات التهجير والتطهير العرقي. لا يمكن الخروج من هذه الأزمة التي استفحلت إلا بتحقيق التوافق على برنامج كفاحي مقاوم للاحتلال والاستيطان والمشروع الصهيوني بديلاً للنهج الذي فشل. يركز على تطوير عناصر استراتيجية فعالة لتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني عبر تعزيز الصمود الوطني وتوسيع المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وتوحيد مكونات الشعب الفلسطيني ونضالها نحو هدف موحد. هناك تراجع خطير ومتواصل للديمقراطية الداخلية، خصوصا بعد قرار إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، على الرغم من مرور أكثر من 15 عاما على آخر انتخابات فلسطينية، وما أدى إليه من مس بالحريات العامة والحق في حرية الرأي والتعبير، وعودة ظواهر الاعتقال السياسي والاعتداء على المتظاهرين. أجرى موقع باز فيد الإخباري الأمريكي تحقيقاً خلص إلى أن شبكة مراكز الاحتجاز الصينية في إقليم شينجيانغ تركستان الشرقية يمكنها استيعاب أكثر من 1,000,000 شخص من سكان المنطقة ذات الأغلبية المسلمة مرة واحدة. استخدم التحقيق صور الأقمار الصناعية والوثائق والشهادات لتحديد تلك المراكز وحصرها وحساب مساحتها، وأشارت تقديرات سابقة بما في ذلك تقدير مستقر من بيانات حكومية مسربة عمرها 3 سنوات إلى أن ما مجموعه أكثر من 1,000,000 مسلم قد تم اعتقالهم أو سجنهم خلال السنوات 5 الماضية، مع إطلاق سراح عدد غير معروف خلال تلك الفترة. وتلك المعتقلات أو مراكز الاحتجاز بحسب التقرير كافية تماماً لاحتجاز أو حبس شخص واحد على الأقل من بين كل 25 من سكان شينجيانغ في وقت واحد، وهو رقم أعلى ب7 أضعاف من قدرة الاحتجاز الجنائي في الولايات المتحدة، الدولة التي لديها أعلى معدل اعتقال رسمي في العالم. ولفت التقرير إلى أن هذه القدرة الاستثنائية من المحتمل جداً أن تكون أقل من حجمها الحقيقي، وذلك لسبب بسيط بحسبه، وهو أنها تفترض أن السلطات الصينية تلتزم بالفعل بمعاييرها للمساحة المخصصة لكل معتقل، رغم شهادات سابقة أكدت وجود اكتظاظ خانق هناك. ومنذ العام الماضي كشفت تحقيقات باز فيد عن تشييد الصين بشكل محموم بنية تحتية دائمة للاحتجاز الجماعي في شينجيانغ للمساعدة في تنفيذ حملتها الوحشية من الاحتجاز والمراقبة والعمل القسري والقمع التي تستهدف الأويغور والكازاخ والأقليات المسلمة الأخرى. وأوضح الموقع أنه بحسب المساحات الأرضية ل347 مجمعاً فإنها تحمل بصمات السجون ومعسكرات الاعتقال في المنطقة، وقارنتها بمعايير بناء السجون والمعتقلات في الصين والتي تحدد مقدار المساحة المطلوبة لكل شخص محتجز أو مسجون. لقت صورة فتاة فلسطينية خلال حفل تخرجها وهي تقف بجوار والدها الذي كان يجلس على كرسي متحرك ويحمل جهازا لضخ الأكسجين تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث علق نشطاء على الصورة بالقول إن بعض الآباء عالم بأكمله، أب يحمل أوجاعه ليشارك ابنته حفل تخرجها.
وقالت نورهان عيسى طالبة كلية الآداب بجامعة النجاح الوطنية في حديث مع القدس العربي إنها فوجئت بحضور والدها وهو يعاني من مرض مزمن في الرئتين منذ 10 سنوات ويعتمد على الأكسجين لمواصلة الحياة، مؤكدة أن حضوره المفاجئ ضاعف فرحتها بالتخرج. وتابعت: سألني عن القناة التي ستبث حفل التخرج ولكنني تفاجأت بوجوده معنا، لافتة إلى أنه وعدها بالحضور وكان دائما يخبرها أنه لن يتوانى عن ذلك طالما بقي على قيد الحياة، وبمجرد أن حضر قال لها: وعدتك ووعد الحر دين عليه. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.